السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا هنوع لكم في الفيديو دوت على كذا مفهوم كده حصل خلال الفترة الأخيرة ديت، وخليني أقول لكم على الأخطاء اللي ممكن يقع فيها. طبعا أنا كل فيديو لازم أكلم يعني الخاطب والمخطوبة، ماشي، علشان خاطر الأخطاء اللي بتحصل. بصوا، وكل ما تظهر لي حاجة هقول لكم، يعني كل ما يظهر خطأ معين هقول، علشان بصوا بتقعوا في حاجات بسيطة جدا ولازم تاخدوا بالكم منها. أول حاجة موضوع الخاطب مثلا الشاب يقول مثلا أنا مثلا رايح لفلانة وبعدين تم الرفض من الأهل لأي سبب من الأسباب، يعني الرفض مثلا بيتم، طبعا عشان أنا سقعانة فمعلش خليكم معايا، تم الرفض من الاهل اي سبب من الاسباب، ممكن مثلا يكون سبب منطقي او سبب عقلاني او سبب طبيعي. طيب بس ما تمش التوضيح للشاب، تمام كده، وبعدين يقول ايه يعني وانا هحاول تاني ليه، وهي تبقى متمسكه بيه، فتيجي تكلمني يا دكتوره كذا كذا ومع اول مره، طب ما حاولش، تقول له انا يعني هحاول ليه، ما اللي خلقها خلق غيرها وغيرها وغيرها يعني. فانتبه لو هي تقية وصالحة وكده، حاول مرة تانية. مش البنت بتحب كده على فكرة، يعني البنات بيحبوا انك يحسوا انك يعني لا بتحارب علشانها، مرة واتنين وتلاتة انت عايز الموضوع يتم، وخد بالاسباب وخليك واضح وصريح وقول لهم زي ما احنا قلنا قبل كده ان على اهل المخطوبة انشاؤه، يعني لان ده يعني انا شايفاه حق صراحة من حق الشاب المتقدم. قول والله احنا رفضنا، ظروفك مش مناسبانا، احنا رفضنا، احنا انت في امر معين مثلا لا يتوافق معانا، او كل شيء اسمه نصيب وانتهينا، لكن ترك الباب موارب ده مش صح. النقطة التانية ان هي تحس انك انت لو هي كويسة وتقية وينفع ان احنا يعني نجابها علشانها وان احنا يعني لا خسارة تتساب، حاول مرة تانية. البنت بتفرح بحاجة زي كده. طيب نيجي بقى على الصعيد التاني، تيجي البنت تقول لك لا يعني هو جه وكده انا اتمسك بيه، ولد يجي مره واثنين وثلاث تمسكي بيه علشان هو شاف فيكي حاجه كويسه، ولو ظروفه النفسيه والايمانيه والتربويه، وانا ما بجيبش حاجه دنيويه خالص، والى حد ما يعرف يعيشك حياه كريمه بدون عوز وبدون كده، يتوكل على الله. يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله ان احنا نعيش مع حد شريك حلو؟ على فكره الاحساس ده انك تبقي واخده واحد شريك، بس يكون راجل، يكون راجل وفيه المواصفات الجميله. طيب الحاجه الثانيه، الموضوع المخطوبين، ماشي، عشان كل ما تظهر لي حاجه هطلع لكم في فيديو. الحاجات الغلط تماما اللي بتحصل فتره الخطوبه، ممنوع نتكلم عن الماضي عشان خاطري. اولا الماضي لا انت ليك حق فيه ولا هي لها حق فيه، الماضي ده بتاع ربنا، تابت منه هو تاب منه كذا. واحد بيقول لي يعني ياخدها بطيخه مقفوله ومش عارف، يا ابني ربنا ستر عليك وعليها، احنا وخلاص، وانت ليك الظهر اللي موجود وليك كذا، ممكن ربنا صلح حالها، ها ممكن ربنا صلح حاله. فالماضي ما جيش احاسب عليه، وماليش ان انا اسال فيه الا اذا كانت مثلا علاقه كده، طب ايه الاسباب، طب هي رفضت ليه، طب حصل طلاق ليه، طب حصل انفصال ليه. إن شاء قال وإن شاء سألتم طبعا، علشان لو في حاجة مش باينة أو واضحة أو حاجة بتتدارى لا تبان، وهكذا. ممنوع الكلام في الماضي، ممنوع الكلام عن العيلة، العيلة خط منيع، أقوى رابطة رابطة الدم، طبعا أقوى رابطة عندي مش رابطة الدم صراحة، أنا أقوى رابطة عندي رابطة الدين والإسلام، إنه الإسلام أمي وأبي. فطبعا رابطة العيلة لا رابطه قويه، فما ينفعش انا اجي اهد حاجه زي كده، ولا ينفع انت كمان تيجي تعملي امر عيلتك بالشكل الصعب اللي تهتكي بيه ستر العيله، ممنوع لا عندك ولا عنده. لكن انت بتبقوا متفقين على كده، انت تكفيني عيلتك وانا اكفيك عيلتي، ده شيء حلو وجميل ومتفق عليه، انت تكفيني عيلتك يا ابن الحلال وانا اكفيك عيلتي. لكن ما نجيش ندي الاسرار وابويا وعمل واخويا وامي لغلط، وانت نفس الكلام غلط. طيب النقطه الثانيه اللي انا برضو احب ان انا اتكلم فيها واوضحها في موضوع المخطوبين دولت، ممنوع الكلام في العلاقات الخاصه عشان خاطري. العلاقه الخاصه مش وقت الخطوبه خالص خالص، هتبقى مصيبه هتبقى مصيبه، اسمعوا كلامي، هتبقى مصيبه ومش بتقف عند حد معين والله، والدنيا تك تك تك، خطوه بخطوه خطوه بخطوه لحد ما بنعدي الحرام، واحنا عايزين نبني بيت على تقوى الله عز وجل.
اصبر، الله يعوضك خير، الحلال جاي دايما وهي حلالك ان شاء الله، بس اصبر بقى لما تعقد بقى، وبعدين لما تتجوز والدنيا هيصه يعني. لكن اخلص حلوها ومرها لا غلط، مش صح يعني. ممنوع الكلام في العلاقات الخاصه، ممنوع الكلام في اللانجيري وهتجيبي ايه وشكله ايه وهجيب لك ايه وجبت لك الكلام ده، لا انا بقوله لا. ممنوع التمادي في اللمسات، مفيش لمس اصلا فتره الخطوبه يعني، لا لمس محرم اصلا. فانتبهوا للامر ده، والقاكم في فيديو اخر خاص بالمخطوبين، ولو اتضح لي حاجه تانية هقول، لان طبعا بتيجي مستجدات، ها بتيجي مستجدات جميله. اخر حاجه برضو نبه عليها، لو صاحبك عايز يقول لك حاجه على خطيبتك او حاجه عارفها، يعني سالت السؤال ده، يعني انا عرفت ان صاحبي خاطب حد او هيخطب واحده وعليها كلام، يقول ولا ما يقولش؟ من باب النصح المسلم يقول. طيب بس انا عايزاه قبل ما يقول يتاكد، ما يمكن تابت، ما يمكن ما بقاش في الامر ده، ما يمكن ده امر انتهى. ويعني قبل ما ترم برضو نفس الكلام، برضو يجي مثلا واحده تقول لها احنا نعرف عن خطيبك ده واحد اتنين تلاته، وخطيبك ده كان وعرف كذا، وهو ربنا تاب عليه بالفعل، وعلى يدي مثلا كان في حاله فعلا كده، والواد فعلا ربنا تاب عليه وصلح حاله. فقبل ما نبتدي يعني نشوه في راي الاخرين او سمت الاخرين، لانها امانه، لو انا اعرف حاجه حقيقيه وما زالت موجوده، متاكد انها ما زالت موجوده، خلق او فساد او كذا او كذا، لا حق المسلم النصح والارشاد، وله علينا لا نصيحه المن لله ورسوله لائمه المؤمنين وعامتهم، لا نقول. بس اهم حاجه ان احنا نبقى واخدين بالنا كويس جدا انها ما زالت قائمه، مش انا بفتري والموضوع هو تاب منه. خلوا بالكم في الامور ديت، عشان ساعات كتيرة بتهدم حاجات وبتحد حاجات كويسة وانتم مش واخدين بالكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.